أصحاب الأرض افتتحوا شريط الأهداف مع حلول الثانية عشرة عبر المحترف الجزائري جمال عبدون من علامة الجزاء، ثم ضعف باتيرسون النتيجة في الدقيقة 62 قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثالث في الدقيقة 71، ثم عاد باتيرسون ليمضي على الهاتريك رافعا غلة نوتنغهام إلى 4 أهداف، واختتم أندي ريد شريط الخماسية في الدقيقة الأخيرة من المباراة.